صباح الخير. ما شاء الله، طقم الجديد لابقلك كتير. خير إن شاء الله. اليوم في عندك عرس ونحن ما بنعرف؟ مو هيك القصة لورين خانم. اليوم في عندي اجتماع مع ضيوفنا اللي وصلوا من أربيل، عملت معهم صفقة رح تجيب لنا أرباح كبيرة. وليش أنت اللي جهزت الصفقة يا عدنان؟ مو عزت هو المسؤول عن هاي القصص؟ الظاهر عزت مو فاضي للشغل، أكيد ما عنده وقت من كتر ما عم يركض لحل مشاكل العالم، وهلأ كل الشغل صاير على كتاف عدنان. أنا رح روح على الشغل. مع السلامة يا عمري، الله يوفقك ويقويك ويبعث لك ولاد الحلال. شو وين أمي؟ مانا بغرفتها. راحت لعند أخوك عزت. مو كاويت لي تياب المدرسة، شو بدي ألبس هلأ؟ اف شكلي رح أتأخر على الدوام. وينك خالة فاطمة؟ فاطمة عندها شغل بالمطبخ. كنتنا الصغيرة يلا كويلا يا. يلا هذا كل اللي صار. أمي أهلا وسهلا. شكلها مو من قلبك هالأهلا وسهلا، بس ما في مشكلة. أهلا وسهلا يا خانو، تفضل ارتاحي. انتو خدوا راحتكن وحكوا قد ما بدكن، أنا في عندي شغلة صغيرة عن طاهر بيك، رح روح شوفه وارجع. الله معك عمي. شو حابة تشربي، شاي ولا قهوة؟ ما بدي شي، أنا ماني جاية حتى أتضيف. معقول عزت؟ شو اللي عملته مبارح؟ اهدى وحط عقلك براسك. الصبح ما قدرت أطلع بعيون ستك لورين. روح وطلب السماح منها ولا تكبر الموضوع. صدقيني ما كنت حابب أني أكسر كلمة ستي وزعلها، بس كمان ماني ندمان، لأنه أنا عملت عين العقل. ما رح تراجع عن رأيي شو ما صار. عزت كيف يعني ما رح تتراجع عن رأيك؟ بدك تبقى هيك وما رح ترجع البيت؟ بارح قلت آخر كلام عندي. أنا قلت لكم إذا صار هذا العرس ما عاد إلي قعدي بهداك القصر يا أمي. إيه؟ وشو رح تعمل هلأ؟ رح تعيش بعيد عن أمك وأخوك وأختك؟ أنت بيهون عليك هالشي هاد؟ هيك رح تتركنا عايشين بهذا القصر لحالنا؟ لا أمي ما رح أترككم، بس لحتى لاقي مكان رح جيبكم كلياتكم لعندي. شو قصتك جنيت هيك شكلك؟ عم بتجيب أفكار جديدة على عاداتنا وعادات أجدادنا. إمتى سمعت إنه في حدا ترك بيت العزو الأغوية؟ نحن عايشين بقصر أبوك وجدك. سمعت حدا ترك قصره هيك ومشي؟ أنا كنت هالمهزلة لازم تحط لحد يا عزت. ارجع على البيت واعتذر من ستك وبوس إيدها. قوم هلأ عندي اجتماع مهم كتير، قومي مشان وصلك على البيت وبعدين بنحكي بهالموضوع، اتفقنا؟ ملك خانم، مرحبا، أنا نور الممرضة، مبارح شفتكم بالمشفى. تفضلي نور. مشان عمر زهرة فينا نحكي بهالموضوع مو؟ خفي إيدك شوي يلا، رح أتأخر على المدرسة بسبب براتك. لا تشغلي بالك نجلة، عندك أول حصة رياضيات والأستاذ ما بيتضايق إذا تأخرت شي طالبة. هوهو انت ما عندك خبر طبعا، برنامج الحصص تغير من زمان، اول درس مانو رياضيات، جغرافيا. عن جد؟ يلا ضبيلي شنطتي فورا ولا تنسي تحطيلي الاطلس فيها. you
صباح الخير يا حلوين. صباح النور. فيكن ترتاحوا. انت اصلا عم تعملي هيك مشان نتأخر على المدرسة؟ رح احكي لأمي وحسابك معها. امبارح لما سمعت كلامك اتضايقت وتأثرت، ولما شفت حالتك ما قدرت ضل ساكتة. المفروض اني احكي الحقيقة. انت معك حق، مزبوط كان في تزوير بموضوع تكبير عمر هديك الطفلة. وانت مستعدة تحكي هالحكي قدام النيابة؟ يعني ضروري انه انا يلي احكي؟ ما فيكي انت توصلي يلي قلتلك يا؟ يا ريت لو يقبلوا شهادتي، بس كتير ضروري إنه أنتي يلي تحكي. اسمعيني، والله عازرتك لو كنت محلك رح كون مرعوبة، بس تذكري إنه بفضل جهودك رح ننقذ حياة بنوتة صغيرة. إن شاء الله أقدر. آسفة أنا صار لازم أروح على المشفى. إيه تمام، أنتي عطيني رقم موبايلك هلأ وأنا بتصل فيكي وقت بدنا نروح على النيابة مشان تقدمي إفادتك بخصوص الموضوع. طيب ماشي. تفضلوا، شرفتوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلوا. اي والله يا رب. ايه شو بتشربوا؟ ولا شو رايكم نفطر مع بعضنا؟ لا يسلموا، نحن فطرانين. يا ريت تطلب لنا قهوه ساده. ايه امركم. الو، جيب لي 4 قهوه ساده وتوصف فيهم. ها شو عزت بيك مو هون؟ نحن كنا متوعدين انه رح نجتمع معه اليوم. عزت مانو هون، رح نحكي انا وياكم بالشغل. فينا نبلش ما هيك؟ الو، اين عملك؟ عزت حزير، شو صار معي اليوم؟ وحده من ممرضات المستشفى رح تشهد معنا. يا هيك الاخبار الحلوه يا بلد، وبهالطريقه رح تنكشف حقيقه القصه. عن جد هاد رح يكون درس كبير لالن، وزهره وعلي كمان رح يتخلصوا من هالزواج. ليكي ملك، أنا هلأ مشغول وفي عندي اجتماع، أول ما أخلص بتصل فيكي، ما بطول. هذا السعر اللي طلبته ما حدا بيدفع لك إياه، عم تطلب سعر غالي. هذا هو السعر اللي طالبينه، إذا رح نبيع برأس مالنا ليش لحتى نترك المحل مفتوح؟ ولا أنا غلطان؟ إذا ما عندك غير هالحكي يا عدنان بيك، نحن آسفين ما عاد بدنا. إيه بس نحن مو هيك اتفقنا مع عزت بيك. لا تواخذوني يا جماعة، اضطريت أتأخر. تعال يا عزت بيك، اسمع اسمع شو عم بيصير بغيابك. ابن عمك عدنان إلا شوي كان رح يطالعنا من هون وإيدينا فاضية. خلاص يا الله دخيلك. فينا نلعب انا وياكي شي لعبه؟ كنت انا وزهره على طول نلعب، كنت اطفر لشعراتها يطلعوا كتير حلوين. شبك انت، انا من عمرك شي؟ ما تروحي تلعبي مع رفقاتك بالشارع؟ خلاص يا بنت، تركي مرت اخوكي بحالها، روحي على غرفتك ولعبي هنيك. يلا. لي كم يوم ملتهية وما مديت إيدي على شي، والبيت متغبر كتير. بس إذا كنتي عملت لي فنجان قهوة من تحت إيدي رح أنسى تعبي وارتاح. اتسطحي بترتاحي، أنا ما بعرف أعمل قهوة بالإذن. أنا شو حكيت لحتى أخدت على خاطرة؟ لك يا مرة، هاي ما أنا متعودة، أكيد خجلانة. مسكيلي لسانك شوي،
إذا كثير جاي على بالك قومي انضربي اعملي قهوة لحالك. أنا اللي حفتح الباب. بيقول المثل قال يا قاعدينك فيكن شر الجايين، الله يجيب قدوم هالجنة على خير. اسكتي بقى هس، بيعين اسكتي، هلأ بتسمعين. إجت لعنا الخالة يلي فحصت أختي. أهلا وسهلا حنان خانهم. صار الوقت لتوفي بالوعد اللي عطيتني إياه. رشيد بدي يروح شوفها لحفيدتي اليوم. خير. لا زهرة، هيك ما بيمشي الحال، البصل لازم يكون أنعم من هيك، نعميهم شوي، يلا زهرة، عيدي عليهم. علي ما رح ينزل على الغدا، طالعوا له الأكل على الغرفة. بس يجهز الأكل بسكب له وباخذ له فورا. لا لا تاخدي أنتي، من اليوم ورايح زهرة بتطالع له الأكل. بس حاضر. فوتي لي على اوضتك لشوف. قفلي الباب وراكي. وعدتني تاخذني لعند حفيدتي لشوفها بعد العرس. يلا خلينا نمشي ونروح لعندها. بعد كل هالسنين شو رح تعملي اذا شفتيها للبنت يا حنان خانم؟ شو بدك تقولي لها اذا وقفتي قدامها؟ لا رح شوفها ولا رح تشوفني. انا بس بدي المحها حتى لو من بعيد، بدي اطمن عليها للبنت واعرف شو وضعها. ولو لمرة واحدة حابة أشوفها قبل ما أموت. يعني حكيك حلو على العين والرأس، بس معقولة فجأة نروح لعند الجماعة؟ بالأول لازم نروح نشوف الزلمة نحكي معه. ما بصير، نجهز كل شيء يا خانم، بعدين منروح تاني يوم. مو بعد يوم أو اثنين، بكرة رشيد، بكرة بدي أروح لعنده وشوفها. طيب يلا ضبوا الكتب بالشناتي، ويلي ما خلص بكمل بالبيت. فهمتوا علي؟ بكرة بدي شوفهم جاهزين. تفضلوا اقعدوا يا أولاد. ملك خانم إن شاء الله ألف مبروك، طلع معك حق بكلامك، زهرة طلعت الثانية بمسابقة مواضيع التعبير، وبفضل نجاحها هاد رح تجينا مساعدات على المدرسة، ورح يكون في مساعدة قرطاسية لكل طالب من طلابنا كمان. زهرة رح تحب هالخبر كتير، شكراً كتير لألكم. ما رح يكون بس هالخبر يلي رح توصلي ليها. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك ويرزقك بخاطرك عزت بيك. الله يبارك فيك، الله يجعلها فاشل كثير بيناتنا. تشرفت بمعرفتكم. ليش كسرت السعر اللي طلبته أنا؟ الجماعة أجوا لعنا برجليهن، ليش هيك نزعتها؟ شو مشان السعر اللي أعطيتهن إياه من قبل؟ لعلمك نحن بحياتنا ما تعملنا بهي الطريقة، يعني السعر اللي أنت قلت عليه أكيد ما رح يمشي معهن. أنت بتشتغل معنا مو معهن، ما كفاك اللي عملته امبارح؟ فوقها بتجي اليوم وبتحطني بهالموقف السخيف؟ عم تشتغل لمصلحة الغريب مو لمصلحة عيلتك. ليش انت يلي عم تجيبي الاكل؟ ليش ما جابته الخاله فاطمه؟ مرت عمي زمرد هيك بدها.
رح أترك لك الصينية هون. ما بدي أستهرب. اوعك مرة تانية تجيبي الأكل لهون زهرة، وما عاد بدي أشوف خلقتك بالغرفة هون. روحي قولي لها لأمي وللكل، أنا ما عاد بدي إياكي هون يا زهرة، ما بدي إياكي، عم تفهمي؟ وأنا كمان ما بدي أكون هون، لك حدا يفهمني أنا شو ذنبي؟ أنا كمان ما كنت بدي أتجوز مثلك أنت وأكثر منك كمان. فهمني أنت شو بدك مني هلا؟ بدي تنقلعي من هالبيت يا زهرة، لأنه طول ما أنت بهالبيت أنا ما رح أعرف أرتاح بنوب وما رح أكون مبسوط لأنه عم شوف وشك هون. أصلاً أنا ما قتلت حالي كرمال أجي لهون وأتجوزك إلك، هاد البيت وكل يلي فيه كلياتكم ما بتنطقوا. لا يا حية أنت، كنتي عم تلعبي لعبة البنت المسكينة ما هيك؟ شفتي لما خليتك تعصبي شوي كيف طلع وشك الحقيقي؟ شو عم بصير هون؟ شو قصتكم؟ عم بيصير انه البنت يلي فكرتوها مسكينه كشرت عن نيابها، هي طلعت حيه من تحت تبن. لا تبعتوها مره ثانيه على غرفتي، ما عاد بدي اشوف وشها، والله باذيها. علي خلقي صار براس مناخيري، ماني ناقصتكم انتو كمان. من اليوم ورايح اذا ما اكلت على السفره زهره رح تجيب لك الاكل، واذا بتتعود بيكون احسن. ايه وكل ما جابت لي الاكل رح اقلبه على الارض. ايه عال، كل ما قلبت الاكل زهرة هي يلي رح تنطفه معناتها. يلا زهرة نطفي الأرض. مرحبا عزات. أهلا وسهلا. ليكي أنا ماني قاصد خليك تفقدي الأمان، بس اللي بدي أقوله لا تتأملي كتير، لأنه بلاغنا مبني على تقرير لتحديد العمر، وهالشي معناته أنه رح يكون في شكوك بالموضوع. لما الشهادة تعطي إفادتها وكيل النيابة رح يطلب تقرير جديد من المشفى. لا تأكل هم، البنت اللي بدها تشهد معنا موجودة وجاهزة، ما رح يكون في أي مشاكل. اليوم سمعت كتير أخبار حلوة. هاتي لشوف سمعينا. زهرة طلعت بالمرتبة الثانية بمسابقة موضوع التعبير، مبروك. زهرة بنت ذكية شطورة كتير، بفضل المدرسة استفادت وخصصوا لنا مساعدات، وكمان في مصاري لزهرة. ألو. إيه أخي برجع بتصل فيك بعدين. تمام تمام، لا تواخذيني، رح روح لعندكن على القصر بعد المخفر، حابة بشرها لزهرة بهالخبر وشوفها، بس خايفة ما يخلوني فوت. ما حدا بيقدر يمنعك تفوتي لما تكوني معي. بنتي نافين، شو رأيك إذا ما عندك شيء تساعديني شوي بتجهيز السفرة؟ صدقتي حالك اني اجيت كني على بيتك؟ لا تكوني نسيتي انك من قبل كنتي خدامة عنا بالبيت وكنتي تخدميني. وقتها كان شي وهلأ شي تاني، يعني كل شي تغير، انتي هلأ صرتي بنت هاد البيت. شو هذا اللي تغير؟ انا ماني بنت هالبيت، فهمتي؟ الزمي حدودك يا ميسون خانم. لحظة شوي، شو اللي عم بيصير؟ بعد هيك ميسون؟ خير يا بنتي، شو الموضوع؟ حاجت اللي بنتي على الروحة والجاية، أنا لاني بنتك ولا بقربكن، فهمت؟ وقول لمرتك لبقى طالع لي خلي أحسلكن. لك شو بكي ميسون، البنت لسا مبارح وصلت عبيتنا، ليش هيك عم تضغطي عليها؟ تركيها براحتها، لساتها عروس جديدة بدها تتدلل شوي. هدي يا ضناية، روقي وطولي لي بالك. لا ما بدي روق ولا بدي طول بالي، أنا ما فيني أعيش بإن الجاج المبهدل هادية. بكفي بقى، أنا مليت من هالحكي. ليش عم تعيطوا؟ من آخر الحارة كنت عم أسمع صوتكن. ابني أنا ما عملت شي ولا حكيت شي والله. يعني جهزتي كل السفرة لحالك؟ تنقصي إذا بتجيبي هالمعلقتين؟ الشغلة مستهلكة لهالعياط؟ يا الله يا الله، ليش جاي على المخلوق أكل هالقد؟ تركيها بحالها لا تتدخلي. أنا كنت بدي إياها تتعود علينا وتحس إنها وحدة منا. لك عبي عيني، اسكتك بقى، ما مليتي من كتر الحكي؟ ربي ياخدك وريحني منك. أمي لا تواخذيها لنيفين،
انت اكثر وحده بتعرفي ظروفها، لهيك هي صايره عصبيه، تعود علينا مع الوقت. انت ارتاحي ولا تضايقي حالك. خير، ليش عم تبكي يا روحي؟ ولسه عم تسالني ليش عم ببكي يا سليمان؟ ما انك شايف الحاله اللي نحن فيها؟ انا ما فيني اعيش بهذا البيت. حبيبتي نيفين، نحن مجبورين نعيش بهالبيت ولو لفتره قصيره. لا ما انا مجبورين، خلينا نفتح بيت ونعيش براحتنا انا وياك، شو رايك؟ منين بدي اجيب مصاري؟ انا اليوم لحتى استلمت الشغل الجديد. تحملي شوي وتعي على حالك. طيب تركيني صمت شويه مصاري على القليله. منبيع الذهبات اللي معي ومنشتري بيت، شغله سهله. انت مفكره انه هدول الذهبات بيجيبوا لنا بيت؟ لك منبيع الذهبات بتتدين من حدا منساوي اي شيء. هذا مو حكي، يعني انت برايك انه بهالسهوله بيتدبروا المصاري؟ اسمعني منيح سليمان، بموت حالي ولا برضى اني اعيش هالعيشه. عم تفهم شو عاجبتك هالحاله؟ يعني اذا انت ما بتقدر تلاقي حل اترك لي الموضوع. كل يوم بتضل في ملك هون رح تعمل مشكلة. المفروض انه نلاقي طريقة مناسبة لأخدها وبعد من هون بسرعة. بعد اللي صار مبارح اكيد بتكون فهمت انه ما رح تقدر تستمر هون. حياة بمنطقتنا ما بتمشي ابدا مثل ما هي بدها. جبنا سيرتها قامت اتصلي. قالوا نعم. ايه بنتي؟ قلت لي ما رح اقدر انقذها لزهرة، بس طلعت غلطان بابا. هلأ رح نقدم شكوى نتهم فيها عائلة كيرمان بأنهم طلعوا شهادة مزورة لعمر زهرة. كيف رح تثبتي هالحكي اللي عم تقوليه؟ في بإيدك أي دليل إثبات؟ لا ما عندي إثبات، بس عندي شاهدة. واحدة من ممرضات المستشفى مستعدة تشهد معنا. بس نحن محتاجين لمساعدتك أنت كمان. بدك تساعدنا بهالقصة مو هيك؟ أي طبعا مساعدك. شو الموضوع؟ الخبر اللي سمعته هلأ ما رح يسرك. بنتي ملك لقيت شاهدة إثبات مستعدة تشهد ضدكم. يلا حنان خلصينا بقى. قولي للخانم ملك تطمن وما تشغل بالها، بنتها رح تكون بأيادي أمينة ورح ندير بالنا عليها منيح. ملك ما عندها خبر بالشي اللي عم نعمله بنوب؟ هي بتعرف إنه البنت توفت؟ ليك نحن رجال أعمال مهمين ومعروفين، علاقاتنا التجارية كتير قوية، ورح تشوف بعدين إنه هالعملية ما رح تلفت نظر حدا، ونخلص حالنا ونطلع مثل الشعرة من العجين. إن شاء الله يصير مثل ما عم تحكي عدنان أغا، بس يكون بعلمك الشغل عنا ماله مثل التجارة تبعكون، أصعب وأخطر بكتير. أنت بس عطيني المصاري وماني مفكر بالباقي. أهلين بابا. في ممرضة من ممرضات المشفى قررت تشهد لصالح زهرة وبدها تقول إنه زورنا عمرة. خير يا خانم، شو صار؟ مشان شو هالضجة؟ علي قلب صينية الأكل بخلقة زهرة. يا الله دخيلك، ليش هيك عم يعمل؟ من وقت ما اجت هالبنت صارت اخلاقه اصعب من قبل، ما عدت عرفت شو بدي اتصرف. عزت كمان حمل حاله وراح، على مين بدي ازعل فيهم؟ ما عدت عرفت. طيب شو قال لك اليوم لما رحت تحاكي؟ مانو ناوي يرجع على البيت؟ قال لي ما عاد يرجع، وطالما عملتوا العرس بدون اذني خلص ما عاد ارجع لعندكم على البيت. زمرد خانو طلعي. عزت يا روحي، كان قلبي حاسسني انك رح ترجع. ملك
أمي، المعلمة ملك إجت لأنه عندها حكي بدها تقوله لزهرة، ولهيك أنا إجيت. بدها تشوفها شي 10 دقايق. على شو عم تطلعي يا بنت؟ خلصي الشغل يلي بإيدك وانقلعي من غرفتي. الأرض وسخة لسه. إن شاء الله أنسى في شي؟ أنا بس إجيت لشوفك. عن جد عم تحكي؟ أي عن جد. يلا تعي فرجيني غرفتك. غرفتي هنيك، تفضلي. عزت، يلا خلينا نفوت لعند ستك لتبوس ايدها. لا تحرجيني ولا تحكي بهالموضوع، خلاص بكفي. يلا تعي نقعد نحكي. ايديكي عم يجاوكي؟ مو كتير، ما عم يجاوني. هاد إلك، جبتي المركز الثاني بمسابقة التعبير اللي شاركتي فيها. عن جد أنا ربحت؟ والله ماني مصدقة. تصوري إنك طلعتي الثانية من بين مئات الطلاب اللي شاركوا بالمسابقة من كل المحافظات زهرة. اسمعي زهرة، بدي إياكي توعديني إنه لو شو ما كانت الظروف، شو ما صار، ما رح تتخلي عن رغبتك بالدراسة. اتفقنا؟ ماشي، يلا وعديني لشوف. وأنا بالوضع اللي فيه بخاف إني أوعدك وما أوفي بوعدي. وعديني ورح تقدري وكل شي رح يتصلح. أنت بس لا تتخلي عن طموحك اللي جواتك، وثقي فيني كل شي رح يتحقق. شو ما بدك توعديني؟ ايه، في شغلة تانية. هدول المصاري إلك وكل اللي بالمدرسة، وأنا كمان فخورين فيكي زهرة. يا ريت تعطيهم لأمي يا أنسة ملك، أنا ماني محتاجة لهدول المصاري هون أبدا. عطيهم لأمي، بتجيب فيهم شي لرفيف.
أمي وأختي بحاجة إلهم أكتر مني بكتير. حبيبتي اسمعي، هدول المصاري إليك، فهمتي؟ هدول من حقك أنتي، لأنه أنتي كسبتيهم، لهيك خديهم وخبيهم ولا تخلي حدا يدرى فيهم. إيه؟ إذا أمك أو أختك احتاجوا لشي وقتها بتعطيهم ياهم بإيدك، ماشي؟ عزت شو قصتك؟ فهمني ليش معنت كل هالقد؟ القصة ما أنا عناد أمي، عندي أسباب تاني لموقفي. ماني عرفانة ليش هالموقف أصلاً، ليش هيك عم تعمل فينا؟ اسمعيني أمي، هون في جريمة صارت والكل عم يتجاهلها أنها صارت، وأنا ما عندي استعداد اتجاهلها وكون معكن وكأني موافق عليها. إذا رضيت أني أسكت وعيش بهذا القصر راح أكون وافقت شارك معكم بهي الجريمة. ايدك ستي. مو على اساس ما رح ترجع؟ ما رجعت. المعلمة ملك عندها كم شغلة بدها تحكي فيهم مع زهرة، فما حبيت اتركها تجي لحالها. المعلمة المثقفة لكان. انت اجيت معها؟ انا كنت نسيانة. هي اللي تجرأت ووقفت بوش عادات وتقاليد عيلتنا. بتقوم حضرتك وبتجي معها. يلا بسيطة. انت وين قاعد هلأ؟ لحتى لاقي مكان لحالي، قاعد عند العم ابراهيم، وبعدين ما بعرف وين بصير. رح ارجع زورك عن قريب، ماشي زهرة؟ انتبهي على حالك منيح. عزت خدها وروح قبل ما تعصب ستك. ماشي امي، خلص رح نروح. ديري بالك. ايه ايه، باي باي. يسلموا ايديكي. ان شاء الله صحة وهنا ماما. على فكرة زهرة اليوم طلعت الثانية بمسابقة مواضيع التعبير. يا الله لو بتعرفيها لهي البنت قديش ذكية. اليوم رحت لعندن على القصر وبشرتها بالخبرية فورا، وقلت لها اني رح طالعها من هنيك عن قريب. هالبنت رح يكون لها مستقبل كبير. وبكرة رح ساعدك مشان نحل موضوع النيابة، انت بس قولي ان شاء الله. ممنونة بابا، عن جد شكرا كتير، ما رح انسى لك هالشغلة. شكرا لانه ما تركتني لحالي، الله يخلي لي اياك. ايه بيقول المثل، اللي ما بيجي معك تعا معه. ليش انتي ميني بيسترجي انه يوقف ضدك؟ يا الله من فرحتي اليوم نسيت اتصل بالممرضة نور مشان اتفق معها. اهلا وسهلا ملك خانم. مرحبا نور، كيفك؟ بكرة بعد المدرسة انا رايحة على مبنى النيابة، واحتمال كبير انه يفتحوا محضر بالقصة. أكيد رح يستدعوكي مشان تقدمي شهادتك وتوقعي عليها، رح تجي ما هيك؟ إيه رح إجي، لا تشغلي بالك، بكون عم استنى تليفونك. كتير منيح، بكرة بشوفك لكن. تعرفي أمي؟ عزت مو بس مبعد عن القصر، شكله مبعد عن الشغل كله كمان. ليش هيك عم بتقول؟ لأنه اليوم وقف في وش عدنان وهنين بالاجتماع. فيك تقولي يعني كأنه كان أخد على خاطره منا، وبسبب عناده لعزة انتزع الشغل وفقست البيعة. ما كتير فهمت عليك، عم تمدحلي بابنك عدنان ولا عم بتزم بابن أخوك عزت قدامي؟ ليش قديش إله غايب؟ أصلاً القصة صارت من يومين، بهالسرعة عاديته لابن أخوك وصرت تحكي عليه؟ مو هيك القصد. غانم كان عم يقلك بس إنه يعني هو اليوم كل الشغل اللي انشغل والصفقات اللي صارت
فكريني ما بعرف أنه صارت بفضل شطارة عزت. غلطانين إذا فكريني ما بعرف شيء. عزت أي شيء بيحكي أو أي شيء بيساوي بيكون وراه سبب مقنع أكيد. الله يرضى عليك ويوفقك يا ابني. تسلمي، يخلينا ياكي خالي أمينة. إذا في أي شيء نعمله نحن جاهزين. أمي أنا أجيت. تعي بنتي تعي، ليكي في عنا ضيف. ما في أهلا وسهلا يا أنسة نور. نور، عدنان بيك مشغول باله على أخوك حسن، لهيك إجا لعنا. حسن صار له شهور طالع على الجبل، شو يلي صار هلأ لحتى ينشغل باله عليه هيك فجأة؟ لك شبكي بنتي؟ هذا حكي بينحكى قدام الضيف؟ ولا يهمك خالتي أمينة، مو مشكلة، معناها ما في نصيب نشوف ابنك. شو بدنا نعمل؟ خلينا نقول إن شاء الله خير. بكرة الشباب رايحين على الجبل بعملية تهريب ورح يشوفوا لابنك حسن، رح نوصل له سلامك. كيف يعني؟ أنا ما فهمت عليك، شو يعني أنتوا عرفتوا وينه؟ نور خانم، نحن ما منقول كلمة مو قصدينا. بترجاكي أمي لا تبكي، عدي وارتاحي وطولي بالك. بس خمس دقايق، مشتاقة أشوف وش ابني خمس دقايق. شو رأيك نور خانم؟ أكيد أنت بهمك أخوكي مثل أمك ولا شو؟ شوفي ماما، ليش ما نمتي؟ مو جاييني نوم، ما في شي يا روحي، اطمني. تعحي لا تتوتري هيك فورا، ما قدرت تنامي انت كمان؟ انا فرحانة باللي صار وما قدرت نام ابدا. بكرة ممكن يكون يوم خلاصة لزهرة. ان شاء الله يا عيوني، ان شاء الله بترتاح بقى. ملاك، من وين جبتي هالهي الجرابة؟ في عنا بالمنطقة هون ست مسكينة اسمها بوران، من كم يوم تركتها قدام باب بيتي، يعني هاي هدية منها. بنتي مين هاي بوران؟ هاي وحدة مبروكة كأنها. والله ما بعرف، يمكن بنتي اللي خسرتها وقت الولادة واللي حزني عليها ما انتهى لحد اليوم. بجوز بوران شافته بعيوني، يمكن لو انها عايشة كانت رح تكون بعمر زهرة اليوم. لا تتضايقي يا روحي، وحاجة تبكي. Thank you.
ملاك رح تاخدي معك سندويش على المدرسة حبيبتي؟ لا ماما، بس شفت بوران قاعدة على الباب، قلت بعطيها سندويشة مشان تفطر. لا تتأخري على مدرستك، يلا تيسري، أنا بعطيها السندويشة ومنه بتعرف عليها، إيه؟ إيه طيب، مثل ما بدك. يلا يسلموا، أنا رح روح. الله معك. انت اللي اسمك بوران ما هي؟ بنتي بعتت لك هالسندويشة. بوران وقفي دقيقة، انت وين لقيتي هي الجرابة؟ وليش عطيتيها لملاك؟ انا رجعت لها اللي بعتي. انت سخيتي، بس انا ما سخيت، ما حكيتي بنوب، بس انا ما بقدر ما احكي. انتي عاقلة على أساس وأنا مجنونة. خدي هي، ما بدي آكل شي من إيدك.